بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بالجميع. حديثي وإياكم الجغرافية المذهبية للمملكة العربية السعودية. أردت في هذه الدقائق أن أعرض التوزيع الجغرافي للمذاهب الإسلامية في المملكة العربية السعودية، عرض تاريخي فقط. لن أتكلم عن الجوانب الفقهية أو الجوانب المذهبية أو الفكرية أو حتى الاعتقادية، وإنما أردت أن أعرف بالمذاهب. المذهب الحنبلي هو المذهب الرسمي للمملكة العربية السعودية، وهو المذهب الفقهي الذي يتعلمه الطالب في المدارس وفي الجامعات. وعامة الناس اليوم في السعودية لا يفرقون بين هذه المذاهب، فكل هذه المذاهب عبارة عن طرق موصلة إلى الله سبحانه. لكن قد تجد أحيانا من أبناء بعض المذاهب الفقهية من لا يزال معتزا بانتمائه الفقهي لهذا المذهب أبا عن جد. فقد تجد مثلا بعض أهل الأحساء المتمذهبين بمذهب الإمام الشافعي ما زالوا متمسكين بهذا المذهب وإن كانوا درسوا الحنبلية في الجامعات. ولذلك سأحاول في هذه الدقائق أن أعرض الجوانب التاريخية لانتشار هذه المذاهب في المملكة العربية السعودية قديما وحديثا. في المسجد الحرام كانت هناك مقامات، مقام للحنبلي، للشافعي، للمالكي، للحنفي، وكل إنسان يصلي خلف إمام مذهبه. وهذه المقامات أو أماكن أئمة المذاهب اختلف في تاريخ وضعها، قيل في القرن الخامس وقيل في القرن الرابع الهجري. ولأن الأشراف حكام الحجاز كانوا قديما على المذهب الزيدي، كان هناك أيضا مقام خامس للإمام الزيدي. أزيل مقام الإمام الزيدي في سنة 726 من الهجرة، وبقيت المقامات الأخرى الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي. وأحيانا هؤلاء الأئمة يصلون في وقت واحد في صلاة المغرب مثلا، فيحدث تشويش مع ما في ذلك من مخالفة للسنة. لما دخل الجيش السعودي مكة في سنة 1343 من الهجرة، كان معهم إمام هو الشيخ عبد الرحمن بن داود رحمه الله. والشيخ عبد الرحمن بن داود رحمه الله من المخاضيب، من بني هاجر، كان من علماء الرياض، كان إماما فقيها ورجلا صالحا ناسكا. في سنة 1343 أبطل الملك عبد العزيز هذه المقامات وجمع الأئمة على إمام واحد هو الشيخ عبد الرحمن بن داود رحمه الله. لو جئنا نتكلم الآن عن انتشار المذاهب الفقهية في المملكة العربية السعودية، وأردنا أن نبدأ بالمذهب الحنبلي، من أوائل الذين نشروا المذهب الحنبلي في نجد هو الشيخ أحمد بن عطوة التميمي المتوفى في سنة 948 من الهجرة. رحل الشيخ أحمد بن عطوة رحمه الله إلى الشام، وأخذ فنون وعلوم المذهب الحنبلي على يد الحنابلة في الشام، ثم نشره في نجد. تتابع بعد ذلك علماء نجد في الرحلة إلى الشام وأخذ المذهب الحنبلي على يد علماء الشام ثم نشره في نجد. أما في الأحساء فالمذهب الحنبلي قديما نسبيا، وهناك بعض الفتاوى من أهل الأحساء إلى الشيخ ابن تيمية تدل على حنبليتهم. ومن أشهر الأسر الحنبلية أسرة آل فيروز، ومنهم الشيخ محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب بن فيروز رحمهم الله. الشيخ محمد بن عبد الله بن فيروز كان عالما جليل القدر محققا، وكان الطلاب يرحلون إليه ويسكنون عنده للأخذ عنه. لم يكن الشيخ بن فيروز على وفاق مع دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب، فترك الأحساء بعد دخول قوات الدولة السعودية الأولى واستقر في البصرة. لما توفي في البصرة حمل على الأعناق لجلالة قدره 20 كيلومتر من البصرة إلى الزبير ودفن هناك رحمه الله. وجده الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن فيروز كان مع العتوب لما هاجروا من الزبارة إلى الكويت، وهو أول من تولى القضاء في الكويت. لما أسقط إبراهيم باشا الدولة السعودية الأولى في الدرعية ورجع إلى مصر وجاء العلماء يهنئونه، قال تركت العلماء الحقيقيين في نجد. ثانيا المذهب المالكي، وهو قديم في الأحساء، ويكفي أن نعرف أن الدولة الجبرية كانت على المذهب المالكي، بل إن أجود بن زامر رحمه الله حاكم نجد والأحساء كان معدودا من فقهاء المذهب المالكي. ولم يكن المذهب المالكي مقتصرا على الأحساء، فأهل الإمارات والبحرين وقطر قديما والكويت وجنوب العراق كانوا مالكية. وتأثر علماء الحنابلة بالمذهب المالكي للقرب بين المذهبين. قيل للإمام أحمد من نسل في النوازل؟ قال أصحاب مالك. ففي الأحساء آل عفالق والجامع كانوا مالكية وصاروا حنابلة، والشيخ عيسى بن عكاس المالكي يفتي على المذهبين. مذهب أهل الخرج قديما كان المذهب الحنفي، لكن ذكر الشيخ عبد الله بن بسام أن بعض أهل الخرج كانوا مالكية أيضا. ثالثا المذهب الشافعي، وهو يتمركز في الأحساء وفي الحجاز وفي تهامة وفي جازان وعسير أيضا. لما أنشئت هيئة كبار العلماء في عهد الملك عبد العزيز رحمه الله، كان الذي يمثل المذهب الشافعي الشيخ عبد المجيد حسن رحمه الله.
يعود وجود مذهب الإمام الشافعي في الأحساء إلى العالم اللغوي الأزهري الذي قدم الأحساء وقد توفي سنة 370 من الهجرة. في سنة 878 من الهجرة قدمت أسرة الطيار الجعفري واستقرت في الهفوف، وأسرة العبد القادر واستقرت في المبرز، وكانت هاتان الأسرتان من الأسر العلمية الشافعية في المدينة، فنشر المذهب الشافعي في الأحساء. ومن أشهر الأسر الشافعية أيضا في الأحساء آل عثمان وآل عبد اللطيف وآل عمير وآل دوغان وآل عرفج وغيرهم. زرت الأحساء مرارا، والصولة والجولة اليوم في المدارس الفقهية هي للمدرسة الشافعية، وفي الجميع خير حفظهم الله. من المذاهب الفقهية في المملكة العربية السعودية المذهب الحنفي، وقد ساعدت الدولة العثمانية على انتشاره في أنحاء المملكة. فمثلا مع قدم وجود المذهب الحنفي في الأحساء، لكنه ارتبط بالدولة العثمانية على يد أسرة آل ملة فقط، ولأن الخرج كانت مدينة زراعية وكانت على الطريق، انتشر المذهب الحنفي فيها، وكان القاضي فيها قاضيا حنفيا. صار القاضي في الخرج قاضيا حنبليا بعد دخول الخرج ضمن الدولة السعودية الأولى، وبعد سقوطها رجع القضاء الحنفي للخرج. ذكر الشيخ ابن باز رحمه الله أن وثائقهم في الوصايا والأوقاف كانت على المذهب الحنفي، ومن أشهر علمائهم شيخ راشد بن خنين. مع وجود علماء أحناف في الحجاز عبر التاريخ، إلا أن الدولة العثمانية ساعدت على انتشار وقوة المذهب الحنفي فيها. يذكر أن خطيب العيد قبل الدولة العثمانية كان من المذهب الشافعي، وكانت لهم عادة في أيام العيد، بعد أن يفرغ خطيب العيد من خطبته يذهب إلى البيت فيأتيه الضيوف ويتناولون عنده طعام الإفطار بعد صلاة العيد. وبينما كان الخطيب الشافعي ليلة العيد يعد فطور الصباح ويرتبه ويرتب المكان لاستقبال الضيوف، وإذا به يصله فرمان أي مرسوم ليلة العيد بعزله ليتولى خطبة العيد الإمام الحنفي، فتوفي رحمه الله من هول الصدمة، فصلى الإمام الحنفي صلاة العيد ثم صلى صلاة الجنازة على الإمام الشافعي رحمهم الله. من المذاهب الإسلامية أيضا مذهب الشيعة الإمامية الذين يتوزعون في بعض أنحاء السعودية، لكنهم يتمركزون في المنطقة الشرقية. عامة الشيعة الموجودين في المنطقة الشرقية هم من الأسر الحاضرة التي ترجع إلى قبائل عربية عريقة، ومنهم من جاء من فارس. كانت هناك في القطيف حوزة علمية، وكانت القطيف تسمى بالنجف الصغرى لكثرة من يفد إليها من طلاب العلم من الشيعة. وهناك وجود للإمامية أيضا في بعض أنحاء المنطقة الغربية وفي الحجاز، وهناك أيضا وجود للإسماعيلية في نجران. والإسماعيلية المكارمة في نجران يرجعون إلى قبيلة يام، وهم من العرب المتمسكين بالعادات العربية الأصيلة. كان هناك وجود للزيدية في الحجاز، بل إن الأشراف حكام الحجاز كانوا من الزيدية، وجعلوا أحد أئمة المسجد الحرام من الزيدية. خضعت المدينة المنورة أيضا إلى حكم الشيعة في فترات متعاقبة، ومن فرق متنوعة من الشيعة. فالأخيضريون كانوا من الزيدية، وقد حكموا أجزاء من اليمامة وأجزاء من الحجاز، وشمل حكمهم المدينة المنورة. بعد حكم الأخيضريين في منتصف القرن الرابع الهجري جاء القرامطة الإسماعيلية، ثم جاء العبيديون الإمامية. وقد يكون لهذا الحكم المتعاقب للشيعة على المدينة المنورة أثر في تشيع البعض القليل من أهلها. من الشيعة الموجودين في المدينة النخاولة الذين عملوا في النخيل، ومنهم من عمل في الحدادة، وهم مختلفون في نسبهم. في عهد الأمير طلال الرشيد في حائل في سنة 1850 قدم جماعة من المشاهدة الشيعة من العراق وسكنوا حائل. غالب عمل هؤلاء المشاهدة الشيعة كان في الاقتصاد وفي البناء، وكانت لهم حارة ومقبرة خاصة بهم. سكن المشاهدة الشيعة حائل ما يقرب من 70 سنة، وغادروها بعد سقوط حائل في سنة 1921 إلى الكويت والنجف وغيرهما. هذا باختصار ما استطعت أن أجمعه لكم في الجغرافية المذهبية للمملكة العربية السعودية.